اخوتي واخواتاتي، نتمناكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم اخواتاتي غنشارك معكم هذا الكراطه اللي تيجي غزال، مكونات سهله وبسيطه وطريقته حتى هي غزاله، ولكن راه المذاق والشكل تيجي غزال ما شاء الله. ما عليكم غير تابعونا وتشوفوا الطريقه كيفاش غنحضروا، والله يجازيكم بخير. لي لايك اخواتاتي، تعاليق زوينه، بارطاجيو القناه، وشكرا لكم بزاف قدام وجداد، ومرحبا بأي واحد ضم قناتي، مرحبا بكم ودارداركم، وشكرا لكم، الله يجازيكم بخير. قطع عليكم تشوفوا الطريقه كيفاش جات، راه تجي غزال ما شاء الله، رائع 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 بزاف. خليكم تعرفوا على المكونات والطريقه وكيفاش حصلت عليه. شوفوا تبارك الله كيفاش يجي، تيجي غزال البنات. ما عليكم غير تشجعوني ولي لايك البنات، لي لايك لي لايك لي لايك وكومونتير زوين، وشكرا لكم. وندوزوا للطريقه كيفاش نحضر، راه غيعجبكم ان شاء الله، جربوه وغتشكروني عليه، وخليوا لي في التعاليق كيفاش جاكم. فينا اخواتاتي غادي نبدا نخدم ونقول لكم المكونات اللي غادي تشوفوا في هذا الكراطه اللي تيجي رائع. ما عليكم غير تابعوني، راه قلتها لكم. المهم هنا تندير نص كاس ديال زيت الزيتون، واللي ما تيحبش زيت الزيتون ما يديروش، يدير الزيت العاديه. انا تيعجبني زيت الزيتون، تيجي رائع. صافي هنا البنات عندي حبه ديال البصله اللي فرمتها، غندير شويه الملح على حسب الذوق. صافي تتجي رائعه اخواتاتي، ما نقولش لكم ديال هذا الصيف، راه تتجي غزاله. ما عليكم غير تتابعوني، راه شفتوا الشكل ديالها كيفاش يجي زوينه، اقتراح للغدا ولا للعشاء ولا اللي نتوما اللي حبيتو، تتجي غزاله ما شاء الله. صافي هنا اخواتاتي بدات تطيح البصله، هانتوما شفتوها البصله بدات تتنزل. عندي قطع ديال الدجاج كما اختيار لكم، كفتات دجاج كاشير، الكاشير مديروش دابا حتى المرحلة اللي غادي نديروش، كما اختيار لكم نتومايا اللي حبيتو. عندي هنا جوج جزرات اللي قطعتو مكعبات، ما غيبان لكم على هاد الشكل، راها تجي زوينة هاد الكراطة، تيجي غزال رائع رائع. هنا البنات عندي حبه ديال القرعه، حبه وحده وجزرات، جوج حبات صغار كانوا كبار. صافي ونخلي نتوما يطيبوا مزيان، غندير واحد القريصه ديال الليفه، ها نتوما شفتوهم شويه كلفه. صافي غادي ليكم، صافي غندير عليه هذه باش يعاود الشيء تصوط مزيان وينزل. صافي هنا خواتاتي هو القرعه وقيسه تشحروا مزيان، عندي الجبانه الزيفه ديال الجبانه، جبانه سالقاها حيت ما غاديش نسلقها باش دغيا تجيني مع المكونات هي هذه. صافي كانت عندي في المجمد مسلوقه مقدره في المجمد، من الزيفه صافي نخليها حتى هي تتلاق ليا مع هاد المكونات. ندوزو المرحلة الموالية وغتشوفو كلشي ان شاء الله، دائما نغطيو الحف باش ينزل عليه العرق وتصوت علينا كلشي ان شاء الله. الخضار نقص العافية. صافي هنا البنات الخضار ديالي طابات، جبانة كلشي تعلق تبارك الله ما شاء الله. غندوزو نسلقو لي بار اللي تتجي غزاله، ما عليكم غير تابعوني، غتعجبكم هاد الاكله رائعه وغتجربوها وغتشكروني عليها، رائعه ما شاء الله. انتم معايا خواتاتي ما تمشيو فيه، صافي غنطفي عليها ونخليها تبرد، ندوز نسلق لي بات. صافي هنا خواتاتي درت الماء، هو بدا تيغلي، غندير فيه الملح على حسب الذوق،
ماشي كثير بزاف، يغلى الماء ويعاود. وغندير فيه لي بات ديالي اللي عبرتها، خديت 20 غرام هاد لي بات مقارونيه سباكيتي 20 غرام اللي درت من هو الماء شتوه تيغلي. غنحطها نحطها هنايا باش طيب ليا مزيان، تغلى وتعاود وطيب مزيان. بعد ما درت لي باطا تسلق، هنا غنطرب البيض. انا عندي البيض صغير، البنات درت 5، نتوما ديروا لك البيض كبير ديروا 4 صافي تفوتوهم، غتجيكم هي هذيك. انا حك عندي بيض بلدي وصغيور، درت 5 3 4 5 البنات. ندير واحد شويه الملح شويه ما كترش صافي، ونضرب هاد البيض مزيان حتى يتخفق ليا البيض مزيان. صافي بعد ما طربت البيض غنزيد واحد 100 غرام ديال الفرماج محكوك، غنطربو تاهو مزيان. صافي هنا خواتاتي بعد ما طربت البيض والفرماج غنزيد الحشوة اللي بردات. علاش قلت لكم تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر غتحصلوا على النتيجه، وطبقوا الوصفه هي هذيك ان شاء الله. صافي هنا لي بات ديالي هي سلقتها وصفيتها على هذا الشكل، بقى سخونه ديريكت صفيتها وجبتها درتها في الخليط ديريكت. صافي هنا عندي 100 غرام ديال الفرماج اللي قطعته مكعب السكر، قلت لكم ديروا حتى كاشير في هذه المرحله، ديروا الفرماج الا ما درتوش الدجاج وما درتوش الكفته ديروا كاشير وديروا الفرماج. صافي غندير المقلة تسخن، طريقة زوينة وغزالة البنات، شو ما شاء الله. هانتوما هنا البنات شعلت على المقلة بس سخن، غندير فيها الجمعة ديال السيس، دائما زيت الزيتون تحرك. عندنا واحد شوية البرد، سمعتوا البرد تخيل. صافي تنجيب الخليط ديالي اللي تيجي رائع ما شاء الله. حاول نقاد كل شيء، وزع الخضرة هك هك. على هذا الشكل البيض هو اللي غيكولي علينا وغتجي زوينه حصريا على قناتي وغتعجبكم ان شاء الله. ما عليكم غير شجعوني ولي لايك اخواتاتي، وبارطاجيو القناه ديالي مع الاحباب ديالكم الاهل ديالكم الصحاب ديالكم، وكومونتير زوين بحالكم البنات خوتي وخواتاتي. شكرا لكم بزاف كاع اللي تيدعم القناه ديالي وكاع اللي تيخلي لي كومونتير زوين ولي لايك زوين، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. صافي نخليها حتى طيب ونبغى نقلبها ونعود نطلقها، شتوها هي. صافي هي نخليها حتى تحمر مزيان ونقدموها البنات، راه تجي غزاله ما شاء الله تجي رائعه.
تعجبكم ان شاء الله بسهوله. غربت هاد المقله ديالها انتم شفتوا على هذا الشكل بسهوله. البنات ديروا لها بحال هكا وقلبوها صافي ونخليوها. غطيوها ما والو. في الاول غطيتها وشويه ملي بدات تجمع عريتها وخليتها وحركت لها الجوانب مزيان. دابا انا تنضغط عليها بحال باش تاخذ الشكل ديالها. المهم ساهله ورائعه واكله في البرد زوينه. الله اكبر البرد البرد الحمد لله والشكر. صافي هنا البنات ها هي وجدات الكراطان ديالي تبارك الله ما شاء الله. زينتو بهاد الوريضه شوفوا تبارك الله كيفاش يجي. تيجي غزال ما شاء الله. ما عليكم غير تجربوه وخلوا لي في التعليق كيفاش جاكم. راه تيجي غزال طريقه زوينه ما شاء الله. شجعوني اخواتاتي وشكرا لكم. خلوا لي تعاليق زوينه ولي لايك اخواتاتي وبارطاجيو مع العائله والاحباب. وبالسلامه عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وديما مع الجديد. وشكرا لكم كثيرا البنات.